النهارده اصدرت المحكمه، محكمه جنايات المنصوره، قرارها باحاله اوراق المتهم بقتل نيره اشرف طالبه جامعه المنصوره، والتي قتلت غدرا على يد زميلها امام بوابه مجمع كليات الجامعه زي ما حضراتكم عارفين. تم احاله الاوراق لفضيله المفتي لاخذ الراي الشرعي في اعدامه بتهمه القتل العمد، وتحديد جلسه 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم. اذا هو قرار او امر احاله. تضمن امر الاحاله ان المتهم وضع مخطط لقتل نيره، حدد فيه ميقات اداء اختبارات نهايه العام الدراسي في جامعه المنصوره، موعد لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بيها، واختار اليوم واختار التوقيت، وعارف ومذاكر ودرس الحافلة، الأتوبيس، العربية، الميكروباص اللي جاية فيها نيرة، وركب معاها مخفيا سكين بين طياط ملابسه، وفضل متتبعها لحد ما وصلت قدام الجامعة وبالغدر باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت على إثرها أرضا، وقام بنحر العنق بقصد إزهاق الروح خلال محاولات البعض الذود عن الفتاة القتيلة رحمة الله عليها، وتهديده للواقفين بأنه بالآلة اللي موجودة معاه هيقدر أنه ينتقم منهم أو يهددهم بجرحهم أو قتلهم إلى آخره. بتقرير الصفة التشريحية أن هذه الآلة هي ذاتها اللي أودت بحياة المرحومة نيرة أشرف رحمة الله عليها. أنا كنت أقرأ إيه دلوقتي؟ كنت قاعد عمال أقرأ كلمة سيادة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة، كلمته إلى المجتمع قبل نطقه بالحكم، ولها نص. أنا هستأذنكم نشوف بس جانب من كلمة سيادة المستشار ونرجع نقرأ هذا النص مع بعض، لأنه زي ما بقول لكم كده وأنا قاعد عمال بسمع كلمة سيادة المستشار وقعدت أدور علشان أطلع النص الكامل بقى مقروء، قلت ده لازم قدر الإمكان نقدمه ونذيعه للناس ونقراه عليهم مرة تانية علشان تشوف القضاء المصري في بلاغته وحكمته بيقول ايه. اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل النطق بما انتهت اليه المداولة، تقدم المحكمة بكلمة الى المجتمع تراها في هذا المقام واجبا. دنيا مقبلة بزخارفها، وإنسان متكالب على مفاتنها، مادية سيطرت فاستلبت العقول وصار الإنسان آلة، يقين غاب وباطل بالزيف يحيا، وتفاهات بالجهر تتوارى، وبيت غاب لسبب أو لآخر، والمؤنسات الغاليات صرنا في نظر الموضورين سلعة، والقوارير فواثير، ونفس تدثرت برداء حب زائف مكذوب، تأثرت ثقافة عصر اختلطت فيه المفاهيم، الرغبة صارت حبا والقتل لأجله انتصارا، والانتقام شجاعة، والبرلة على قيم المجتمع تسمى حرية مكفولة. ومن هذا الرحم ولد جنينا مشوها، وقود الأمة صار حفظها، بات النشو
ضحية قدوة مشوهة وثقافات هذا هو حالها، ومن فرط شيوعه واعتباره من قبيل كثيرين كشفا لواقع زين لهم فرأوه حسنا، فكان جرم اليوم له نتاجا، أفتذهب نفسنا عليهم حسرات. واسمح لي بقى أكمل لسيادتك، سيادتك المشاهد، ما قاله سيادة المستشار بهاء بمنتهى البلاغة. لاحظت إزاي تكلم على الموتورين، إزاي تكلم على القوارير التي صارت في نظرهم فواخير. شوف بقيت نص الكلمة اللي قالها سيادة المستشار قبل القرار: إن هذا الخلل إن لم نأخذ على أيدي الموتورين ومروجيه استفحل ضرره وعز اتقاء شره واتسع الرتق على الراتق، ولكل ما تقدم تطلق المحكمة صيحة. يا كل فئات المجتمع لا بد من وقفة، يا كل من يقدر على فعل شيء هلموا، اعقدوا محكمة صلح كبرى بين قوى الإنسان المتباينة لننمي فيه أجمل ما فيه، أعيد النشأ الملتوي إلى حظيرة الإنسانية، علموهم أن الحب قرين السلام، قرين السكينة والأمان، لا يجتمع أبدا بالقتل وسفك الدماء، إن الحب ريح من الجنة وليس وهجا من الجحيم، لا تشوهوا القدوة في معناها فتنحل الأخلاق، عظموها تنهض الأمة، هكذا يكون التناول بالتربية بالموعظة الحسنة بالثقافة بالفنون بمنهج تكون الوسطية وسيلته والتسامح صفته والرشد غايته. وإلى الآباء والأمهات نقول: لا تضيعوا من تعولون، صاحبوهم، ناقشوهم، غوصوا في تفكيرهم، لا تتركوهم لأوهامهم، اغرسوا فيها القيم. وإلى القاتل نقول: جئت بفعل خسيس هز أرضا طيبة أثرت لويس، أهرقت دما طاهرا، أهرقت دما طاهرا بطعنات غدر جريئة، ذبحت الإنسانية كلها يوم أن ذبحت ضحية بريئة، إن مثلك كمثل نبت سام في أرض طيبة، كلما عاجله القطع قبل أن يمتد كان خيرا للناس وللأرض التي نبت فيها. وعاد إلى الدعوة سيادة المستشار ونطق بقراره، عودة إلى بلاغة وحكمة، عودة إلى نص رفيع المستوى. إن أراد من لديه حكمة فليدرج هذا النص في مناهج اللغة للأولاد صغارا كانوا أو كبار، أدرجوا هذا النص في مناهج اللغة العربية الابتدائي وإعدادي وثانوي، ألزموا المدرسين بتفسيره وشرحه كما هو دون افتتاء، علموا النص ده للأولاد، مش تحفظوهم النص، علموا النص للأولاد، فهموا هذا النص للأولاد، علموا النص ده للكبار أباء وأمهات. الواحد فعلا يشكر سيادة المستشار بهاء المري على هذا النص، ألف ألف شكر. عدالة ناجزة وقضاء عادل
ده ملمح من ملامح جمهوريتك الجديده.